بالنسبة للفيديو هذا حبيت نعمل فيه كالإكزرسيس صغير على كيفاش نقرأ حاجة من الكلافيه ونافيش في الإكران ونستعمل الأوبيراسيون أريتميتيك. كل شيء تعلمناه من الأول جوست تبعوا معايا. باهي الإكزرسيس هذا ايش يقول؟ يقول لك باش تقرأ دو زونتيي باش تافيشي لي لا سوم نتاعهم و البرودوي ريست نتاع ديفيزيون نتاع لي دو زونتيي هذوكم و يخرج لي قسمة نتاعهم و كل شيء حاسي. مثلا انا الإكزرسيس هذا كيفاش باش نتعامل معاه؟ اول حاجة باش تجي لمخي دو زونتيي باش نخرج ديما الريزولتا منهم هما لا سوم نتاع شكون؟ نتاع دو زونتيي. برودوي نتاع شكون؟ دو زونتيي. اوكي اول حاجة لازمني نعرفهم شكون هذوما دو زونتيي، نمشي نعرف بهم. إين الأسامي نختار من مخي كيف ما تفهمنا، أي أسامي يخطروا لك تسمي بالمفيد، ما تسمي ليش حاسين فيه، ما تجيش تسمي لي آ آ، رد بالك حتى اسم لي شبه البعض، تسمي آ ب ولا إكس إجريك، تصرف المفيد إين اللي هما دو زونتيي و إكس و إجريك، وما تنساليش البوان فيرغول والفيرغول اللي في وسطهم كالعادة. كود نتاعي تكتب في الإنتمين واللي زاكولات ب. حاجة حبيت نرجع لها هي include studio.h. في أول فيديو قلت يهمكم فيها وطلفها به include studio. يا جماعة نحنا قرينا print f وscan f هكا ولا دونك print f وscan f هذوما دي فونكسيون معروفين في وسط لوجيسيال اللي نخدم بهم، مي هما في الأصل جايين من بيبليوتيك اسمها studio.h. دونك نعيط include ننكلودها في وسط البروغرام نتاعي ونقول له عيط لي للاستوديو بونهاش باش نجم نستعمل البرينت اف نتاعي وسكان اف نتاعي وحاجات اخرى. دونك ذيك هي فازتها الانكلود استوديو بونهاش. اوكي تو خنمشيو نخدمو البروغرام نتاعنا. قلنا باش نقرا دو زونتيي، دونك نخرج ميساج نقولو سيزير دو زونتيي، تجي لهنا نقولو سكان اف، حط لي لونتيي الاول في X. نجم نجي لهنا ديريكت نقولو اقرا لي دو زونتيي، الاولاني حطو في الاكس والثاني حطو في الواي. يا جماعه نجم نكتب هكا كيف ما نجم نفسخ ونكتب الاكس وحده والواي وحده كيف كيف نفس الشيء. عملوا الحاجه اللي تحسوها اسهل لكم واوضح لكم، وما تكون يقول لك لا نحطهم بجنب بعضهم انا ندخل بعض. اوكي حط كل واحده في ستار مش مشكله. اوكي قريت اكس y توا اجا نحطو لهنا في كومنتير شنو حاجه سان برودوي والريست والديفيزيون. كل ما يبدا عندي ريزولتا اني نمشي نعمل فاريابل على حسب الريزولتا هذيك. بالنسبه للسان نمشي نعمل فاريابل ونسميها اس. توا باش نبدا نخدم البارتي سان واحد. اوكي قلنا السان جوست نعمل اكس بلس y. خرجت ميساج قلت له حط دو زونتي، قريت اكس قريت y تو ولا عندي اكس و y. انا حاشي في نحسب السوم نتاعهم، نمشي نحطهم في فاريابل، الفاريابل هذيك تاخذ السوم نتاعهم تو سامبلومون. تو كان نحب نعمل لافيشاج نتاعها برينت اف كالعاده بورسون دي خاطر لا سوم اونتي، وقلنا كالعاده كيفاش نعمل لافيشاج نتاع اونتي لازم بورسون دي فيرغول وشكون باش نافيشي اس. علاش ما نافيشيش اكس ولا y؟ خاطر السوم محطوطه في الاس وانا نحب نافيش في السوم السوم نتاعي. فما شكون يجي يقول لي نجم نعمل هكا اكس بلس y ديريكت؟ اي نجم تعملها اكس بلس y انت والبروغرام نتاعك. مثلا كي نقول لك افيشي لي ديريكت لا سوم نجم نستغنى عليها اس هذيا ونحي اس من هنا اصلا. اما بعض الحالات الريزلت نتاع السوم نستحقها من بعد، دونك نحطها في فاريابل باش اذا استحقيتها من بعد اوكي ديريكت نعيط الاس من غير ما نقعد كل مره نكتب اكس بلس y. دونك نحط اس نتاعي لهنا، نجم نزيد نزينها لهنا لا سوم دو بورسون دي بلس بورسون دي ايغالا بورسون دي. نجي لهنا شنو نحط اكس y اس شنو لهنا عباره شاملت لا سوم دو. قلنا البارتي تاع الكتيب هذه نتحكم فيها بورسون دي في شنو معناه؟ قولوا بلاس اونتي لهنا بلس اونتي ايغالا اونتي، يعني نحبها من الاخر تطلع لي
الفالور نتاع x تجيني كتيبه كي كامله لا سوم دو والفالور نتاع x بلس الفالور نتاع y ايغال وتعطيني سوم باش تطلع مزيانه على الاخر اي جان تستيو كيفاش باش تطلع لنا الفازه هذه كلها قال لك سيزير دو زونتي كي نكتب له 5 يعاود يقول لي اكتب بيعطيني بلاصه باش نكتب لونتي الثاني اوكي نحط له 12 يقول لي لا سوم دو 5 بلس 12 ايغال ا 17 واضحه الحكايه كي يا جماعة اللي ما يفهمش اي حاجة يخلي لي في لي كومنتير ويقول لي شنو اللي ما يفهمش بالضبط وانا نقول ربي نجاوبه ونفسر له وجاوب احلى جواب توا نمشيو نحسبو لو برودوي كالعادة نحب نعمل فاريابل ونسميها بي بي ترمز للبرودوي اوكي خديتو فكرة على كيفاش تسمي هو نحنا قلنا تسمي كيف ما تحب اما ديما اوكي سمي حاجة ديما تفكرك بنتي شنو تخدم يعني ما تبعدش برشا مثلا البرودوي تنجم تسمي بي تسمي برود تصرف تحب تسميها برودوي كامله هكا مش لازم تكتبها كل خاطر بقل كتبها يعني كنت هكا سمي بي عرفها انت برودوي هذا ما يمنعش انت تنجم تسمي اي حاجه يعني بي بي رسوا اكس فوا واي نعمل كوبي كولي لهنا نبدل لو برودوي 2% d fois % d x y s كي نعمل نحط نرجع للستر ما بيناتهم بس نحب في كل مرة نرجع للستر متاعي اوكي دونك قرينا من الاول بركة x y حسبنا السوم لهنا افيشينا السوم بعد حسبنا البرودوي وافيشينا البرودوي ب F11, c'est dire deux entiers. Je n'ai pas 2 ou 5. Il faut lire la somme de 2 plus 5 égale à 7. Le produit de 2 fois 5 égale à 7. Je n'ai pas le temps de faire ça. Il est à Malte. Voilà, l'année, hat S, mouche P. L'année, les unis hot P. Hatter S fait un résultat de la somme. Quand on hot l'année S, on va faire ça de la somme. نعاود نكزيكيوتي اوكي كان نحط 2 و 5 باهي باش نقول لي لا سوم دو 2 بلس 5 ايغال 7 لو برودوي دو 2 فوا 5 ايغال 10 دونك لهنا الخدمه نتاعنا تعدات صحيحه باهي كان تراو الاكس واي قريتهم مره بركة باش نقعدوا ديما في الاكس واي يعني ما غير ما بعد ما نحسب الاس نعاود نقرا اكس واي ونعاود نحسب لو برودوي لا لا قريتهم صغيرة ما تصبوا في الاكس وصغير اكس واي مادام ما تبدلوش لهنا مادام ما لقيتش اكس غسوا حاجه والا واي غسوا حاجه راهم باش يقعدوا ديما فيكس حسب العدد اللي حطيتهم انت من الاول دونك بروجرام كامل دونك لهنا اش قعدنا ريست نمشي كالعاده نديكلاري ريست و ديفيزيون ريست ايغالا اكس موديلو واي لهنا باش نافيشي الريست ريست دو دي دي سور اي ايغال ا دي لهنا نجي نكتب ار كان نجي لهنا نعمل اف 11 دو زونتي كالعاده باش نحط 2 و 5 السوم نتاع 2 بلس 5 7 لو برودوي دو 2 فوا 5 ايغال ا 10 ريست دو 2 سور 5 ايغال 2 بالطبيعه كي نقسم 2 على 5 باش تعطيني 0 والباقي 2 دونك ريست هو 2 وهنا كي باش نقسم اكس على واي قد باش تاخذ الريزلتا باش نجي لهنا نعمل كوبي كولي كالعاده ولهنا باش جوست باش نبدل ونحط دي اوف فوالا باش نلقى الريزلتان نتاعي ننزل F11 نحط عدد اخر 3 و 7 3 و 7 3 plus 7 يقال 10 3 fois 7 يقال 21 لو غيست تاع 3 sur 7 بطبيعة تقسم 3 على 7 باش تعطيك 0 والباقي 3 لهنا فوالا 3 sur 7 يقال 0 حتى تعطيك الديفيزيون اونتيير كيف ما قلنا يا جماعة زي تعطي ديفيزيون اونتيير دونك ما ترجع لكش بالفيرجول دونك هي 0 فيرجول ما باش ترجع لك 0 خاطرها ديفيزيون اونتيير
لاني حاولت نعطي كيفاش نقرا كيفاش نخرج ميساج كيفاش نقرا حاجه من الكلافيه وندخلها ونحطها في وسط فاريابل كيفاش نجمع كيفاش نخرج الريزلت انا في شيء على الكرون كيفاش نضرب كيفاش نخرج الريست كيفاش نقسم فوالا دونك لاني حاولت نعطي لي بوسيبيليتي الكل ان شاء الله تكونوا فهمتوا بالكدا واللي ما فهمش حاجه يجيني في كومنتير ويكتب لي شنو بالضبط ما فهمش وانا نحاول نفسر له. جست حاجه قبل ما نكمل يا جماعه، على هنا كيف تحط بورسون دي ايجال بورسون دي، لازم لهنا تحطوهم مرتبين، يعني تحبها تظهر الاولانيه تحطها الاولانيه، وتحبها تظهر الثانيه تحطها الثانيه، وتحبها تظهر الثالثه تحبها تظهر الثالثه تحطها الثالثه، يعني دي ذاك تحب يظهر الثالث نحطه في الفيرجولة الثالثة، خاطر كان نقلب X و D دونك D تولي تفيشة من الأول و X تولي تفيشة الثالثة، يعني تولي الحكاية تطلع غالطة وداخلة بعضها. يعني ديما هاكا أقرأوا حسابكم، تحبها الأولى تحطها الأولى، اللي تحبها الثانية تحطها الثانية، ديما حسب الترتيب. وكاو إن شاء الله نتقابلوا في الشابيتر الجاي.